عرف هلا طريقة وكيفية حل مشكلة سناب شات لم نتمكن من ضبط البريد الإلكتروني. قوموا بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على سناب شات خاص بكم، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، وبعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن سناب شات خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم سناب شات. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط